السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايين لكم النهاردة يا حبيبي بأحلى فيديو، فيديو السمك البلطي. تحدي؟ تحدي، بس احنا التحدي ده عايزين نوصل فيه معلومة. أنا النهاردة ما كنتش هاكل سمك، بس أصريت إن أنا أكل سمك، فنزلت بسرعة ما لقيتش سمك كبير، جبت سمك صغير وعملناه. قلت عشان أطلع لكم بيه، إن أنا قريت كومنت واحد بس من حبايبي، واحد كومنت من طفل كده كاتبه قايل فيه ان هو ما كانش بياكل السمك، بس من بعد الفيديو بتاعي اللي انا عملته اصبح بيحب السمك. فحسيت ان انا بقى المحتوى بتاعي بيأثر في حبايبي، وفي ناس بتشوفه وبتسمعه وبتستفاد منه وبتتعلم، فقلت لازم اعمل فيديو النهاردة السمك عشان اذكر كل اللي بيكتبوا لي كومنتات حلوة وبيدعموني وبيقولوا لي استمر وكمل وان شاء الله هتنجح. الناس دي بتاثر فيا بتاثير ايجابي، فانا من هنا بقول لهم انتوا اللي انا بعمل فيديوهات دي كلها علشانكم انتوا، انتوا حبايبي، وبالذات الاطفال اللي بيسمعوا نصايحي. قبل كده اتكلمت برضه يا عبد الله في فيديو الكوارع لو فاكر انت، برضه في اطفال ياما يشوف الكوارع يقول لك لا ما بقدرش اكل كوارع مش عارف ايه. دلوقتي من بعد ما عملنا الفيديوهات دي في اطفال برضو كتبت لي ان هم بقوا يحبوا الكوارع. فانا بنصح اي اب واي ابن بيشوفوا الفيديو، الاب يفرجه لابنه والابن يفرجه لابوه، يقول له بص في فيديوهات مفيده بنتعلم منها بنستفاد. فبحس ان انا الحمد لله. لو ابوك ما بياكلش سمك وريله الفيديو. الاغلبيه الابهات بتاكل السمك، هم الاطفال الجيل اللي طالع هو اللي يقول لك لا ما باكلش سمك. فانا بفرح يا عبد الله لما احس ان في اطفال بتسمع المحتوى بتاعي وبيستفادوا منه وبيتعلموا، وكتب لي في الكومنتات ان هو اتغير، ان هو بيبتدي يحب السمك، ان هو عرف فوائد السمك. فمن هنا انا فرحت جدا واصريت ان اعمل تحدي، هنقوله تحدي السمك، بلاش فيديو، تحدي السمك. جاهز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا حبايبي، انا عايزكم في السمك تتعلموا مني حاجة بقى. شايفين السمكة اهي؟ انا بقى ايه بجيب السمكة ومعصر عليها عصرة ليمون. وكل بقى اللي يجرب بألف هنا وشفا. بصوا حبايبي السمكة شايفين؟ اهي. اكتر سمك بحبه اللي هو البلطي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اديني سمك وانا انزل اعوم، اديني سمك وانا اعوم. هو اطعم اكل، اطعم سمك البلطي حقيقي. طبعا احنا بنقول بلطي عشان ما يتحكوش عليكم، القدرات المادية بتفرق كتير قوي. احنا لو ناس اغنياء هتلاقونا بناكلوا جمبري. طبعا قبل كده انا عملت تحدي 5 كيلو جمبري، ارجعوا شوفوه، عملت تحدي 5 كيلو جمبري، بس للاسف انا خسرت في التحدي ده عشان ما قدرتش، كتير قوي كميه كبيره. لو احنا بقى لو احنا اغنياء هنعمل تحدي استاكوزا. انا اكلتها مرتين في حياتي يا جماعه الاستاكوزا، مرتين، ونفسي نفسي ان اكلها تاني. واوعدكم ان شاء الله ان انا هعمل تحدي استاكوزا، بس مش دلوقتي عشان ما حدش يستعجلني عليه. لما ربنا يفرجها ان شاء الله هعمل تحدي استاكوزا لما نطلع ناخد الهبره الكبيره بتاعت المعاش. لما اطلع ايوه يا جماعه سعيد هكون الاستاكوزا بارقام فلكيه، هو الكيلو دلوقتي ب 500 جنيه. فعبال بقى لما انا اطلع على المعاش شوفوا هتوصل ساعتها كام. فمن هنا نقول ان البلطي اطعم سمك. واحلى سمك، وانصحكم كلكم ان انتوا تاكلوا سمك البلطي. وعبد الله ابني
فرح قوي بالكومنت اللي لقاه مكتوب، لقيته جاي يجري يقول لي بابا اتفرج يا بابا، بص في واحد اتأثر بكلامك يا بابا وشكله طفل اسمه دراجون بول، مكتوب كده اسم الكومنت اسم صفحته، الكومنت بتاعه لو دخلته هتلاقوه مكتوب. فرحت جدا وقال لي ان هو هيروح يشوف الفيديوهات بتاعتي كلها عشان الفيديوهات مفيدة. فأحلى أحلى أحلى متابعين الحمد لله عندي. انت سيبني انا اتكلم. ها؟ وانت عايش انت لوحدك الدور بقى؟ لا ده انا هرجع تاني للتحدي. لا انا هوريك يعني ايه تحدي. انا هساعدك. ولازم يا حبايبي مع السمك ناكله ايه؟ سلطة. ما ينفعش ما ينفعش سمك من غير سلطة، ما ينفعش لا يجوز. كل سلطة كل يا حبايبي كل اللي بيتفرج علينا لازم يعرف قيمة ان هو يشكل في الطعام، ما ياكلش سمك بس ولا رز بس او سمك ورز بس، لازم ياكل معاه سلطة، يبقى الاكل مفيد. بص يا حبايبي هندخل على تاني سمكاية. استنى بس استنى. فطبعا قلنا السمك يبقى لازم معاه ايه؟ سلطة. ليمون. بحبكم يا احلى جمهور، ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. عبد الله عايزك توجه رساله للجمهور بتاعك. انا بلاحظ ان في ناس لما بيكتبوا لي يقول لي عبد الله احنا بنحبه نتفرج عليه، هو هادي شويه. بقول لهم هي مش حقيقته. والله يا حبايبي ما حقيقته على الطبيعه، والله هو مهادي زي ما انتوا متخيلين، ولا انتوا واخدين الفكره دي؟ هو بيبان قدامكم كده ان هو هادي، لكن لو شفتوا على حقيقته وطبيعته هتعرفوا ان هو مش هادي خالص. اقول لك حاجه بابا؟ انا هكسب في التحدي. اكسب انت حبيبي، لما تكسب انا افرح. تزعل؟ عمري ما ازعل يا حبيبي. عشان تزعل عشان انت خسرت. عمري ما ازعل. لما ابني يكسب انا واحد من الناس اعتبر ان ده مكسب ليا. سامعين صوت مريم؟ هي مريم ما بترضاش تعدي اي فيديو غير لما تشارك معانا. عمالة تبص لي تقول لي بابا عايز اطلع معاك يا بابا تحدي سمك. تقول لها حبيبتي انت لسه صغيره. تقول لي لا يا بابا عايز اطلع معاك. سامعينها اهي هي بسم الله ما شاء الله. انا معوده من صغرها ان هي تحب السمك، ربنا يحفظها ويبارك فيها يا رب. بس انا وعدتها اما تكبر شويه يا حبايبي هخليها تطلع معايا في تحديات. شويه بقى كده. اول ما تكبر شويه ان شاء الله هخليها تطلع معايا في التحديات ونركن عبد الله على جنب. نقول لعبد الله شكرا دورك خلص واخد معايا القمر الصغير. ميمي مريم سلمي على جمهورك. لهم ازيكم ازيكم. اضحكي حق يا جماعة.
يلا عبد الله، انا شكلي كده هكسحك يا عبد الله. مش كده، ما اعرفش اذا فصلت بصراحه. طبعا مش هينفع حد يقول لي انت مش بتفصص السمك حلو، احنا بنصور. وانا عشان اقعد افصص السمك حلو عايز لي اصبعين. مش معقوله، مش منطقي ان انا افصص اصور فيديو اصبعين. فسامحوني ان انا ايه بفص بعد التصوير امسك السمك ده هظبطه، ما تقلقوش. لكن دلوقتي على التصوير انا باكل ايه بسرعه. ويا ريت اللي بيتفرج علينا ما ينساش ايه اللايك، واللي ما اشتركش اشترك. يلا عبد الله، يلا انا هدخل على الجد بقى. ها بودة، انا دخلت خلاص. انت عبد الله بتهزر. بص يا حبايبي، تفصيص السمكة اهو كده اهو، السمكة ما يبقاش فيها اي حاجة اهي، دي كده اللي نقدر نستغنى عنها ونرميها ونقول دي ما فيهاش حاجة تتاكل خلاص. معلش، اختار انه سمكة يا عبد الله. لا قول لي انت لسه انت ما بتفصصش حلو. طب ما انت مش بتفصص حلو اهو، وريني كده. هو بص يا حبايبي، هو كمان اهو مش بيفصص حلو. انا بفصص كويس، بس اوعدكم برضو ان مش هخليه يسيب اي حاجه، مش هخليه يسيب اي حاجه، هخليه برضو يفصص حلو. انا عايزك تشاور لي على انهي سمكات، تقول لي خد يا بابا. شاور، خد اللي انت عايزه. طب حادي، بادي، كرنب، زبادي، سيدي محمد، دي البغدادي، شاله وحطه وكله على دي اهي. طبعا اول ما نمسك السمكه ونفتح السمكه نعمل ايه؟ حط ليمون. حط ليمون. بص يا حبايبي، الليمون مفيد. الليمون يا حبايبي مفيد. مش بالكترة يعني، ما واحد ما يجيش يفتح لي سمكايه ويقول لي عمو قال الليمون مفيد، احط لي 5 ليمونات على السمكايه. اقول له مش هيبقى مفيد، هيتعبك. مش قادر. وبنحبكم يا احلى جمهور. انا ما كل ما بشوف ابن ليا بيتفرج ويكتب لي كومنت حلو بفرح، دي ما تقدروش تتخيلوا كميه الفرحه اللي بكون فيها. لا عبد الله، عبد الله مش قادر. كمل يعني كده، اعلن ان انا كسبت. مريم، قول لجمهورك، قول لهم سمعيهم الاء، يا سمعيهم الاء. قولي. وبكده نقول فيديو النهارده انتهي، وبنحبك يا احلى جمهور، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. باي باي.